طيب أخيرا راح أعمل الستيك، خلاص جهزت الشواية على أعلى حرارة، وبس بدي أوريكم هذا الكتاب اللي درسناه في المعهد في وقت الدبلوم. هذه قطعيات الخروف، وين يبغاها؟ أبغى القطعيات حقة البقر، هذه هذا الدرس حق البيف أو لحم البقر. شوفوا احنا اتفقنا امس انه اطرى منطقه تاخدوا منها الاستيكات اللي هي منطقه الظهر، شايفين دي رقم 9، هذه هي التندرلوين. في امس تعليقات قالوا لي، في ناس قالوا لي يسموها موزه ممكن عشانها مره طريه، مع انه احنا الموزه نسميها على الموزه الساق الطويله حقت الخروف او البقره، في ناس يسموها فتيله بس هي اسمها تندرلوين اللي او فيليه في ناس يسموها. هذه اطرى حاجه في البقرة، مرة لينة، هي اللي يعملوا بيها اللكم. شفتوا اللي يكون شرايح ستيك خفيفة ومشوحة كده على السريع، من هذه التندرلاين. كتاب مرة مرة مفيد الصراحة، هذا الفيل اللي هو رضيع البقر أو العجل الصغير، مرة رضيع. شوفوا لحمته كيف لونها، كأنها دجاج من كتر ما هي فاتحة، لأنه متغذي على الحليب فقط، لسه ما لحق ياكل. فهذه لحمته مرة غالية بس مرة لذيذة، زبدة من جد زبدة. وهذا اللي استغفر الله العظيم، بس اللحم ده الشيء اللي ما أحبه. الستيك لو تبغوا تعرفوا انه حيكون جيد ولا لا، لونه هيكون زاهي زي كده، وريحتها تكون حلوة، مو ريحة دهن مزعج. وكمان يفضل انه تخرج اللحمه من الثلاجه قبل الطبخ وتخليها تنزل درجه حراره الغرفه، ونشفناها ليه؟ عشان تستوي كلها في واحد وقت، يعني مو من برا تنحرق ومن جوه تفضل لسه ما استوت، لانه درجه الحراره طبعا حتيجي مباشره على السطح ومن جوه لسه ما تكون استوت، فخلوها توصل لدرجه حراره الغرفه. دحين راح اتبلها بتتبيله مره بسيطه، زيت زيتون ملح فلفل اسود، ونعمل لها مساج وبس. هذا يعني البيسك البيسك في عمل الستيك. طبعا تقدروا تعملوها بالكاست ايرون او في طاوة ستانلس ستيل سميكة، ضروري تكون سميكة عشان لا ينحرق ويلصق. في ناس تفضل اكتر شيء الكاست ايرون السود اللي ام سويت فيها السيزلينج زيها كده، في ناس الستيل، وانا دحين حجرب معاكم في الشواية. الملح والفلفل الأسود لما تحطوه على الستيك توصوا فيه عشان يعطي نكهة مرة لذيذة للستيك، ولا تخافوا ما حيطلع مرة مالح، بس يعني كمان مو مرة أوفر تكتروا الملح، بس إنه توصوا فيه يعني مرة ما تشيلوها ما حيطلع مالح. يعني شوفوا كده من هنا لهنا حطيت ملح، طبعا المستخدم ملح ملاية خشن أو ملح أبيض خشن من الجهتين. مدة الطبخ لا تسألوني قد إيش خليتيها بالدقائق، لأنه يفرق على حسب الحرارة حقتك، يفرق على حسب الطاوة اللي أنت اللي بتطبخي فيه، يفرق على حسب برودة اللحمة عندك، يفرق أنت قد إيش تحبي اللحمة حقتك مستوية. أنا أحبها ميديوم ويل، أحب فيها شوية لون بينك من النص، وتكون لينة وجوسي كده ما تكون ناشفة. أنا مرة ما أحب اللحم يكون ولدن. بسم الله، فتحت الشواية، نضيف الستيك. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ده الصوت؟ هذا حتسمعوه ضروري، هذا معناته انك انت الصاج حقك وصل الحرارة المطلوبة. طبعا الحين انت حرة، يا انك تطبخيها كده او انك تكفي الغطاء. انا عشان ما ابغى الهواء البارد ينزل لي من حرارة الصاج، فراح اكفل الغطاء ونجرب نعمل واحدة كده واحدة كده ونشوف. بسم الله، يا جماعة ما شاء الله من جد الشواية رهيبة. انا كنت بدي اسوي تجربة زي قلت لكم امس، شفت كذا شيف طبخوا فيها الستيك، شوفوا كل شوية افتح كده شوية أشوف إذا خرجت السوائل ولا لا،
ما شاء الله ولا نقطة سائل ما خرج منها مرة. أنا انتبهوا يعني السوائل اللي تخرج من الستيك معناته إنه حيطلع ناشف، حاولوا قد ما تقدروا إنكم تخلوا السوائل جوتها. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ترى كده خلاص انا بالنسبه لي تعتبر استوت. حبوها مستويه زياده خلوها تكمل على النار وقت اطول. بسم الله راح نشيلها على جنب ونخليها ترتاح من 5 دقائق 7 دقائق. لازم ترتاح شويه لانه نبغاها العصاره تفضل جوا. خليها تهدى شويه تمسك نفسها وبعدين نبدا نقطعها. هذه القطعه الثانيه. بسم الله شوفوا حتى الثانية ما خرجت منها سوائل. القاعدة دي اللي تحت تنضغط شوفوا. بسم الله عشان كده لما بقفل عليها ما بتنعصر اللحمة. اللحمة لا تضغطوها حتى لما تحطوها في الصاج لا تقدروا كده تضغطوا فيها. شوفوا هذه تنزل على تحت عشان كده ما بتنضغط لما نقفل عليها الغطاء. يعني هذه معلومة مهمة عشان اللي عندها شواية ما تنضغط لا تقفل الغطاء. يعني أشوي وبدون ما تكفل الغطاء. هذه استيكتنا بعد ما استوت. الحين راح اقطعها واوريكم. هي اسفه انا اقصد بعد ما ارتاحت قدها استوت، بس لازم نخليها ترتاح، بس مو لدرجه تخلوها كمان تبرد، ترتاح شويه بس. طيب شوفوا هذا اللون الميديوم ويل اللي هو اقربها للوردن. اللون دالي من جوه الزهري الحلو وفيها كمان التحميرة الحلوة من الجوانب. ترى من جد الستيك ريحته مرة فظيعة حتى بعد الطبخ، ما في ريحة الدهن المزعج. نحن ندوق. طبعا أنا ما سويت معاكم صوصات وأشياء وكده عشان ما بتوهكم، يعني أبغى يكون الفقرة دي مخصوصة بس للستيك، لأنه مرة كتير دائما يسألوني الستيك ليه دائما ما يزبط معانا، فعشان كده خصصت الفقرة حقت اليوم وأمس للستيك وطريقة طبخ الستيك الأساسية والبيسك يعني. بسم الله.